اليوم كنتواجدوا في ملعب القرب بحي الزاوية اللي جا طبعا في إدارة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الفضاء الجميل اللي كيقرب خدمات الرياضية للقرب لفئة المعوزة والهشة وكذلك شباب وشابات المدينة الاستفادة من الحصص التدريبية والتأطير والتكوين طبعا في مجال كرة القدم. كيصادف هذا اليوم هو مباراة رفع الستار ديال الملتقى الدولي للعمل التطوعي في دورته الثانية اللي كتزورنا فيه فرقة جمعية البحرين للعمل التطوعي وكذلك جمعية الأهلية للفنون الشعبية والتراث الثقافي من سلطنة عمان. وكيعرف هاد اليوم هدايا تكريم مدرب المنتخب الوطني والبطل العرب في الزوارق الشراعية اسماعيل دداش، وهذا فخر واعتزاز لنا حنايا كأبناء الرينكون العزيزة باش يكون حاضر معنا ويتكرم في مدينته بين أهله وناسه وحبابه وقدام التواجد ديال الأشقاء ديالنا الضيوف ديالنا من الخليج العربي. كنقدم جزيل الشكر والتقدير للسيد عبد الوحيد الشاعر طبعا رئيس الجماعة الترابية بالمضياق وكذلك السيد محمد حلحور رئيس مجلس عمالة المضياق الفنيدق اللي كيجي هذا الملتقى هذا بالدعم ديالهم وكذلك لجميع من ساهم معنا وقدم يد المساعدة باش يكون هذا الملتقى هذا في أبهى حلته. وما يفوتنيش الذكر باش نشكر السلطات المضياق في شخصها السيد محمد البقالي السيد الباشا شويط المضياق اللي واقف على الكبيرة والصغيرة حتى تكون مدينتنا فخر واعتزاز في هذا الملتقى هدايا ونمثلها في أبهى صراتها. والشكر موصل منا صاحب نعم صاحب الجلالة سي ياسين جاري وتحية جميع الشركاء ديالنا في هذا الملعب هدايا وتحية كل جنود الخفاء المتطوعين والمتطوعات واللجان معنا في الجمعية. وشكرا للصحافة اللي مرافقنا في هذه التظاهرات هدية. سعيدين اليوم بمشاركتنا في جمعية حي الزاوية لانطلاقة المنتدى بصورتها الثانية. شيء جميل نحن نشوف اللاعبين اليوم الناشئين وممثلين المنتخب الوطني للمملكة المغربية ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله وإلى مزيد من التقدم. الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم عبد الله الغافري من سلطنة عمان. حقيقة نشارك أخواننا في مملكة البحرين الأعزاء هذا الملتقى الذي يقام في حي الزاوية بعروس الشمال المملكة المغربية الجميلة. حقيقة كم أبهرتنا هذه الضيافة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونشكر كل الشكر والتقدير للأستاذة عائشة الصافي رئيسة الجمعية على كل ما تقدمه وقدمته، ونحن إن شاء الله سنكون شركاء في أعمال العمل الاجتماعي التنموي بين دولنا وبين مجتمعاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم بملء هذا الكون على كل ما تقدمونه من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة وحسن وجماليات المنطقة. حقيقة أبهرتنا المنطقة بجمالها وجمال قلوب أهلها، ولكم منا كل التقدير والاحترام. نهني جمعية حي الزاوية على المجهودات اللي كتقوم مع الأطفال بمدينة المضيق، وهذا التكريم اللي عدلته لي كانت مفاجأة لي، وشكرا عائشة الصافي على هذا التكريم. وفي هذه المناسبة احنا كنقوموا بواحد معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للزوارق الشراعية صيف الأوبتيميست بمدينة المضيق استعدادا للبطولة الإفريقية التي ستقام في شهر ماي إن شاء الله. وهذه المباراة التكريمية حتى الأبطال ديالنا لعبوا في هذه المباراة حبية الأطفال الصغار من ضمن استعدادات حتى هي في اللياقة البدنية، وإن شاء الله يا ربي نتمنى التوفيق في البطولة الإفريقية اللي عاد تكون مفتوحة عيشاركوا جميع دول العالم إن شاء الله.